للمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس احنا معانا على التليفون دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عشان نعرف ايه اللي بيحصل والجو ليه بقى حر ومكتوم لدرجة ان حتى وزارة البيئة حذرت من ارتفاع نسبة تلوث الهواء بسبب حالة الطقس. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. صباح الفل كريم، اهلا بحضرتك فندم، اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين في الهواند، اهلا بيك. اهلا يا فندم، صباح الخير. ايه الاوضاع يا دكتور محمود؟ لان الواحد مش فاهم حاجه، يعني الجو كل ما بنقرب اكتر من الموسم بقى الفعلي للشتاء او البدايه الفعليه والحقيقيه لموسم الشتاء، الجو لسه حر من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه برضو كان في تحذير من وزاره البيئه، عايزين نعرف لحضرتك تفاصيل. وطبعا حضرتك الكتل الهوائيه لما بتتغير في فصل الخريف، احنا عارفين فصل الخريف فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه. فطبيعي بيحصل في بعض الموجات انها ترتفع فيها درجه الحراره شويه، وده اللي احنا شايفينه بقى لنا حوالي 3 ايام. زي ما نوهنا برضه في التوقعات وقلنا هيكون في ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره، واعتبارا من يوم الثلاث من بكره باذن الله سنشهد انخفاضات تدريجيه ايضا في درجات الحراره، وتعود درجات الحراره للمعدلات الطبيعيه. طبعا الكتل الهوائيه اللي بتاثر خلال هذه الايام، امبارح كانت كتله هوائيه قادمه من الجزيره العربيه برياح جنوبيه شرقيه عملت على ارتفاع شويه في درجه الحراره وشوائب عالقه او اتربه عالقه في الجو خلال فترات النهار. النهارده قادمه من الصحراء الغربيه جنوبيه، الرياح اتجاهها جنوبي غربي برضه بتعمل على ارتفاع درجات الحراره خلال وقت الظهيره، وفي نفس الوقت الاتربه العالقه اللي احنا شايفينها في الجو مع هدوء سرعات الرياح. ونظرا لان المناطق طبعا اللي جايه منها مناطق صحراويه، المناطق الصحراويه دي بترتفع درجه حرارتها خلال النهار فترات بشكل كبير، وبتنخفض ايضا بشكل سريع في فترات الليل، عشان كده بنلاقي الجو بالليل متاخر او الصبح بدري مختلف تماما عن وقت الظهيره، وبيصل فعلا الفارق بين العظمى والصغرى الى اكثر من 10 درجات مئويه. عشان كده احنا كنا حذرنا ونصحنا يا جماعه نبدا نلبس الملابس الشتويه تدريجيا، ولكن ما نخففش لان هنشوف ايام فيها ارتفاع في وقت الظهيره. ولكن الحمد لله ما فيش ارتفاع نسب الرطوبه تخلينا نحس ان الجو او الملابس اللي احنا لابسينها محررانا بشكل كبير. وان شاء الله من بكره هتبدا الاجواء تستقر وتبدا تعود درجات الحراره الى المعدلات، يعني لو قلنا القاهره العظمى النهارده 33، بكره ان شاء الله 27، بعد بكره توصل ل 22 او 23، وهنبدا بقى الانخفاضات مره اخرى سواء في فترات النهار او في فترات الليل. اصل 33 دي احنا بنتكلم في صيف تقريبا، مش كده؟ لا احنا هنروح البحر بقى. كتير على ما تروحي هتكون الشمس راحت، فبص كده درجات الحراره تنخفض بسرعه. مش مكتوب لنا، مش مكتوب لنا. لا مش هتلحق يا استاذ. بس هو اكيد في تحذير برضو لازم نتوجه بيه لمرضى الحساسيه بصفه خاصه فيما يتعلق بموضوع التراب اللي في الجو ده. ده حضرتك شخصيا واضح انك اتاثرت شيء بشيء يذكر. لا طبعا فعلا من الاتربه الموجوده في الجو، طبعا مرضى الحساسيه والجهاز التنفسي وكبار السن والاطفال لازم طبعا نتجنب التعرض المباشر لهذه الاتربه، خصوصا في الاماكن المكشوفه والمفتوحه واللي طبيعه ارضها طبيعه صحراويه. طب معلش انا عايزه اعود مره تانية للتحذير الخاص بوزاره البيئه، وفكره هنا الرطوبه عشان مش نفسي مش فاهماها، يعني لما الجو يبقى مكتوم او يعني يبقى معتدل او وات ايفر يبقى في تلوث عشان ما فيش حركه هواء، يعني مش فاهماها. هي طبعا الاتربه اللي موجوده في الجو دي بتعمل تلوث في الهواء الجوي، فطبعا نسبه الملوثات بتزيد، لان اللي موجود في الهواء بيكون شوائب عالقه او اتربه من الارض بتساعد على تلوث الهواء، عشان كده بيقولوا ان الجو طبعا او طبيعه الهواء دي درجه التلوث فيه بتزيد. برضه مش فاهماه والله يا دكتور. مش فاهم. مش هضحك عليك واقول لك تمام والله، يعني يعني حضرتك انا بكلم بجد والله، الربط ما بين الجو يبقى هادي ما فيش حركه هواء او غيره المفروض ده يبقى جو كويس، لا ده طلع ان احنا عندنا يومين بنشهدهم وتحذير من وزاره الصحه بتقول لك لا ده نسبه التلوث اليومين دول شداد قوي. ف هو حضرتك التلوث يعني هو مفهوم التلوث عند حضرتك هل هو مجرد عوادم السيارات او المصانع؟ لا انا ماليش مفهوم في التلوث كل لا حاجه. لا طبعا هو مفهوم التلوث اي حاجه بتعكر من او بتغير من خواص طبيعه الهواء الجوي. كويس. طبعا الهواء الجوي عناصره او مكوناته الغازات الطبيعيه اللي هي الاكسجين والنيتروجين وثاني اكسيد الكربون وبخار الماء وبعض الغازات الاخرى، مش من ضمنهم عوادم السيارات، الحاجات اللي بتخرج عوادم المصانع، الاتربه والهواء اللي موجود اللي فيه تراب. انت حضرتك طبيعي جدا لو حضرتك ماشيه في الشارع وحتى بيكنس الشارع وعمل تراب، حضرتك بتكحي على طول. صحيح. بتكحي ليه؟
لان الهواء اللي انت خدتيه مش نقي، في تلوث، في ملوثات. فاحنا اللي بيحصل دلوقتي ان اتجاه الرياح الجنوب الغربي يخلي الاتربه اللي موجوده في الصحراء الغربيه تتصاعد الى طبقات الجو العليا، بياخد الطبقه الرقيقه على سطح الارض ويرفعها داخل او بيرفعها فوق في الغلاف الجوي، وعلشان الغلاف الجوي فيه او طبقات الجو العليا فيها مرتفع جوي حبس هذه الاتربه في طبقه خريبه من سطح الارض، فدايما تلاقي الرؤيه منخفضه بسبب التراب اللي موجود في الجو، التنفس نفسه تحس ان في خانقه، الجو مش نقي، الهواء مش نقي. طب الوضع ده متوقع يستمر قد ايه يا دكتور محمود برضه عشان الناس اللي احنا بنخاطبهم مرضى الحساسيه؟ النهارده بس، النهارده بس، وان شاء الله مع فترات الليل، مع دخول فترات الليل الرؤيه هتتحسن تماما، والجو الهواء هيبقى الاتربه اللي فيها تبدا تنخفض على سطح الارض، لان الكتله الهوائيه هتتغير، بدل ما جنوبي غربي بيرفع الهواء لفوق هيبقى شماليات غربيه بتقلل او بتنزل الاتربه اللي موجوده في الجو الى سطح الارض مره اخرى، وهنلاقي الاجواء ان شاء الله من بكره الاجواء هتتحسن تماما ان شاء الله. ممكن اسال سؤال مختلف؟ اتفضلي. لو حضرتك يعني عندك يا معلومه بجد والله، الجو ده حضرتك بتتكلم ما فيش نسبه اكسجين كويسه، الواحد ممكن يبقى يعني مش مرتاح وهو بيتنفس، ممكن يبقى الناس اللي هي عندها حساسيه وامراض معينه ما تطلعش احسن في التوقيت ده او تخرج، هذا ممكن يؤثر كمان على المود العام، يعني تلاقي المود العام مختلف بجد، يعني لو حضرتك برضو تقول لنا. طبعا يا فندم، انت حضرتك لو بقى عندك، لو خدناها مش مود عام، لو الواحد قاعد لوحده كده مش بيتعامل مع حد، وكان طبيعه التنفس بتاعته مش مريحه، هتبص تلاقيه نفسه متوتر، اعضاء جسمه بقى فيها حركات لا اراديه تبين ان هو مش مرتاح فيه وهو بيتنفس. فطبعا لما بنقيس الكلام ده بقى على الناس في الشارع بتخلي المود بتاعه مخنوق، واحد مخنوق لوحده يعني، محدش يجي جنبه خالص. لا طبعا نستحمل بعض ونعدي اليوم النهارده مع بعض. يعني فنحاول كده يعني نعدي اليوم مع بعض فعلا النهارده. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود شاهين على هذه المداخله القيمه، شكرا جزيلا لحضرتك. تخيل موضوع كبير، بس كويس ان هيبقى الموضوع يعني هينتهي على دخول الليل، فالحمد لله الموضوع مش مطول، لان فعلا دي بتبقى مشكله كبيره جدا. هو يعني فعلا لو بصينا كريم الجو فعلا مش كلير ابدا يعني.